شارع المغرب، شارع المغرب بغداد، نص بغداد بالعظمية، معوق يبيع مي. وين هذا معوق؟ من الله؟ لا استغفر الله. بالحروب ذيك مال 8 سنوات مال ايران علينا هم لا. بالعدوان مال امريكا بال91 هم لا. بال2003 هم لا، بانفجار ارهابي استهدفه. يا حظه وين الحكومه عن مره الحكومات؟ تاليه يبيع مي؟ يا واحد يهج من البلد؟ لا، اريد يبقى بالبلد عزيز والكريم والمحترم، هذه هي المواطنه، ويغني موطني. يا اخي من تريد، من تريد المواطن يغني موطني جيب له وطن. شوفه شوفه المعوق. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء. بعد عرض حالة المواطن أبو هيثم في برنامج استوديو 9، تكفل به معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية القاضي سالار عبد الستار. الآن نحن نتواجد برفقة أبو هيثم في باب الوزارة للدخول إلى مكتب الوزير واستكمال الإجراءات اللازمة. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع بدء حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الجماهيري استوديو 9. في استوديو 9 أبدي ويا موطني. الوطن هو مو شعار تردده ولا أنشودة تكررها أو تحفظها. الوطن هو المكان اللي تشعر به بكرامتك، بقيمتك واحترامك وإنسانيتك. ولهذا الشباب العراقي اللي طلعوا من العراق من 2003 إلى يومنا الراهن اليوم 20/6/2022، ترى إذا أخذنا الحالات بعضهم ويا عوائلهم اللي اضطرت تترك العراق نتيجة الاحتلال ب2003 والاستهداف الأعمى الطائش. أي واحد كان يشتغل إن شاء الله معلم قبل 2003 لو اختالوه، والطيارين والمهندسين والمفكرين والكتاب والأكاديميين والعسكريين والضباط وحتى الفلاحين وكلها والعمال كلها استهداف أعمى. هسا عاد الاستهداف من وراء اللي جو ويا المحتل، اللي جو وراه، اللي جونا من الشرق، اللي جونا من الغرب، الله اعلم. هي ضايعه. لكن شو تخلي الانسان يشعر بكرامته؟ بدل ما الشاب العراقي يضطر يروح برا ويلقى انسانيته باوروبا لو بامريكا، نحكيها طق بطق، ليش نخجل؟ العراقي من 2003 اليوم اللي طلعوا بعضهم اشتغلوا
يغسلوا المواعين. وكنا نضحك قبل على المسلسلات والافلام المصريه، رايح فين؟ رايح اوروبا اشتغل امسح مواعين. او يجي العراق يسوي اطباق ناريه. جله حاشا اللي اقول بوجهه. عرفتوا ايش الاطباق الناريه؟ لكن يشتغل، احنا صرنا نفس الشيء يا جماعه، يروح يغسل المواعين، يروح بالبنزينخانه بوزرتشي. لكن يطلع فلوس يحس بكرامته، يشتغل يمكن اجازته يوم الاحد. حتى بعضهم يمكن لو يقدروا اكثر هم مسلمين. لو يقدر يحس بيوم الجمعه لو ما يقدر يشعر بها اذا قدر يصلي صلاه الجمعه. ولا اغلبهم هاي عنده هاي يركض والدنيا تركض لانه يريد يطلع فلوس لكن يشعر بكرامته، جوازه محترم واحساسه بقيمته كانسان محترمه. احنا ذني شلون نقدر نسوي بالعراقي انور الحمداني؟ بس ننتقد؟ لا يا اخويا، مو من قال لك بس ننتقد؟ لا، هم من دلي يحكمونا. هم سلطه واحنا مواطنين. بما انه احنا مواطنين وهم سلطه، مو سلطه، سلطه، اذا من حقنا وواجبنا ان ندليهم. يعني شو اللي يمنع نسوي مشاريع صغيره نشجع بها الشباب حسب اختصاصهم؟ ليش الشباب يركضون ويفترون تعيين؟ ليش تعيين؟ يا اخي ماكو انتهى زمن انه تعيين، اكو شركات خاصه استثماريه بالبلد وش اكثر رجال الاعمال عندنا. يصير عندك قانون استثمار وطني صحيح، تقول له تعال شغل ابن البلد. خطوه الف مدرسه بعيد عن انه اخي ابو هيا هسه الله اتذكر يسويها، وكان يفترض يسويها باول اسبوع. لكن الف مدرسه، انا ما اجيب الف مدرسة عليها ألف فريق عمل من الصين الشقيقة الصديقة أجيبهم فنصان أقول له تعال اشتغلوا. لا أخويا، أفرض على الجهة اللي تعاقدت وياها الجهة الصينية أنه أقول له أخويا أنا عندي مهندسين وعندي عمال وعندي فنيين وعندي كل شيء يشتغلون. أخويا أنا ما أريد من عندك تجيب لي عمالة يشتغلون، لا أنا أريد ابن العراق يشتغل، وأريد بنت العراق المهندسة مهندسة، وإذا ما أكو مراكز طبية بمواقع العمل تشتغل بها البنت العراقية والابن العراقي المهندس وكل شيء، إلى اللي يشتغل خلفه، إلى اللي يشتغل يسوي خبطة مالش بنته. أشغل العراق أنا أخو، ما أجيب فلسطين من الصين يشتغلوا لي. يعني هذا لازم يحط بباله المشرع التنفيذي العراقي، مو المشرع القانوني، يعني مو مسؤولية مجلس النواب. مجلس النواب سوى لك قانون وسوى قال لك تمشي عليه، دستور عندك وقانون امشي عليه مثل سكه القطار، لكن هذا واجبك التنفيذي. اني افكر اقول يابا انا ليش اجيب ذولا يشتغلون؟ انا اشغل ولد بلدي، نعم اسوي عقود ويا شركات عراقيه. هسه يقول لك ها مو شلون انت راح تجيب ذولا بدال الاصل؟ اخي مو بدال الاصل، كل العراق شكل انبنى. ذاك مطار بغداد شلون انبنى؟ وطريق المطار وشلون انبنى؟ وحتى كبريات الفنادق بدايه الثمانينات شلون انبنت؟ هم عقود تجي ويا شركه فرنسيه، شركه البانيه، شركه يابانيه، مدمك الشركه الهنديه ما اعرف شو اسمها اللي سوت المجاري هنديه وما ادري يا جهه النوبيه. همين جبنا احنا؟ قلنا اوكي جيبوا لنا مهندسين جيبوا لنا، لكن احنا عندنا عمال وعندنا فنيين وعندنا يفتهم، ورد همين ابن العراق يفتهم؟ فاشغلهم وانطي سلف، انطي سلف استثمارية. يعني بالله عليكم أنا أريد أسأل أخي اللي بالمسؤولية، أي أخ، يعني معقولة؟ أنا والله استغربت، تدروا استثمرت البارحة إجازة البرنامج أنه شفت بأسبوع كامل إيش قدمت، لأن ما عندي القنوات، يعني هتطلع عندي، تطلع عندي اليوتيوب والفيسبوك، فتابعت كل القنوات إيش جاي تطلع، إيش تلتقي، إيش تقول، حتى كل بين همومكم وياكم. فلقيت سمحتي الشيخ أوس الخفاجي، شخصية أنا أحترمه جدا، لأن رجل صادق ما عنده، يعني ما عنده أي 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 هدف أن يكون غير صادق. يقول للملاهي ينطون، كانوا منطين 50 مليون دينار عراقي للملاهي، للملاهي منطيها 50 مليون دينار كل ملهى، يقولوا ليش قاعد يشتغل؟ هي الملاهي يعني مع حتى لا يقال أنه أنور استهدف أحد، لكن هي شنو هي الملاهي؟ هي دكاكين للفساد بالعالم كله، يعني معروفه قبل الاسلام وبعد الاسلام، قبل السيد المسيح وبعد السيد المسيح، هي دكاكين للفساد، هي اللي تجيب فلوس. هي شنو؟ دعاره مقننه وما ادري شو يسموها بالعالم، الله اعلم مساء بالعراق ما ادري، لكن من ملها تنطيه 50 مليون دينار يا حظي؟
ما تنطي للمهندسين وانطي ذول الخريجين وحتى الأطباء البيطريين وغيرهم، قلهم تعالوا مشروع البقرة خير من مشروع ألف مول، مشروع البقرة، مشروع المعزة أفضل من ألف مشروع لمول، لأنه راح يشغل لك الناس بشكل مستمر، هم تأكل وهم تشرب من خيراتها كما رزقها الله وكما خلقها، وهم يشغل ناسك بس للملاهي. هسه حتخاف تقول هذا الكلام من أنور الحمداني؟ لا والله، شوفوا أمي من قناة الرابعة، يمكن هالبنية اسمها منى، ما أعرف شو اسمها، تطلع دائما اللقاءات تشوفها. من ذاك اليوم من اللي انطى إجازة؟ من انطى إجازة لفتح البارات سيدتي العزيزة؟ ليش منو؟ الأحزاب في وقتها، منو كان يدير الدفة الحكم طيلة 18 سنة الماضية؟ انطوا 50,000، انطوا 50 مليون لسلفة لفتح البارات في 2008 و2009 و2010. تسأليني منو؟ رجعي للوقائع العراقية وشوف. يعني 2009 2010 الأحزاب انطت سلفة حتى يفتحون بارات؟ سلفة، نعم سلفة. انطوا 50,000، انطوا 50 مليون لسلفة لفتح البارات في 2008 و2009 و2010. تسأليني منو؟ رجعي للوقائع العراقية وشوف. يعني 2009 2010 الأحزاب انطت سلفة حتى يفتحون بارات؟ سلفة، نعم سلفة. سلفة حتى يفتح بار، سلفة حتى يفتح بار. هسه على ذمة الرجل واحتسبه صادق، أما هي وزارة السياحة من كان يقودها؟ يعني خافاني ما أدري، هو الرجل هم جاوب بإحدى اللقاءات، من يقود وزارة السياحة؟ سمع الحكم الشيعي الآن بالوزارات الشيعية، أن وزارة السياحة شيعية، ما طلعت من الشيعة أبداً. الحكم الشيعي الآن بالوزارات الشيعية، أن وزارة السياحة شيعية، ما طلعت من الشيعة أبداً. أنا هنا بس نقطة نظام، لا لا مو شيعية، يعني حشى أبناء الأهل الأصليين للعراق الشيعة العرب الجعفرية. لا يا عمي، اللي حكم يجوز يكون شيعي والحكم يجوز يكون كردي ويجوز يكون سني، بس من قال لك هو يمثل كل الشيعة؟ مع الاحترام لك، يعني أنا أعرف سمحت الشيخ أوس الخفاج راد يقول، لكن نعم ذولا يحكمون تحت تسمية أنها أحزاب شيعية، لكن هم سياسيين يعني مو مواطنين وما لهم دخل يعني. لكن ب 2008 و2009 و2010 انطوا سلف للبارات، وهو سأل قال منو كان، يعني قال اسألي منو كان يحكم، ما تعيده بالله تعيده زميل المخرج اذا عندك، هذا عيده مال رقم 2 مو لو رقم 3 بالله عيده واذكر. حبيبي من ذاك اليوم من اللي انطى اجازه؟ من انطى اجازه لفتح البارات سيدتي العزيزه؟ ليش منو؟ الاحزاب في وقتها، منو كان يدير الدفة الحكم طيلة 18 سنة الماضية؟ انطوا 50,000، انطوا 50 مليون لسلفة لفتح البارات في 2008 و2009 و2010. تسأليني منو؟ رجعي للوقائع العراقية وشوف. يعني 2009 2010 الأحزاب انطت سلفة حتى يفتحون بارات؟ سلفة، نعم سلفة. انطوا 50,000، انطوا 50 مليون لسلفة لفتح البارات في 2008 و2009 و2010. تسأليني منو؟ رجعي للوقائع العراقية وشوف. يعني 2009 2010 الأحزاب، شو ما تدرين أنا كنت رئيس وزراء بال 2008 وال 2009 و 2010. أنا أنور حمدان كنت رئيس وزراء، وبال 2014 قالوا لي اقضب الباب. أنا قضبت الباب بال 2014. تجي تسألين منو كان يحكم؟ أنا أنور حمدان كنت أحكم ب 2006 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 وعندي 8 سنوات هي سنوات الفشل. أنا مسؤول عليه، أنا والله ما امزح وياك، لان انا المواطن وانت المواطنه واحنا الشعب اللي عضينا اصبع الندم، فاحنا كنا نحكم. فهمتي يا اختي؟ اما مواطن طلع بمناشده من القرمه حقيقه، خلينا نشوف مناشدته. بسم الله الرحمن الرحيم. اني المواطن صباح خلف جاسم من محافظه الانبار قضاء القرمه، أناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم المحترم، وأناشد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المحترم، وأناشد الشيخ خميس الخنجر المحترم، وأناشد الأستاذ أنور الحمداني المحترم، وأناشد كل خير يسمع هذا المقطع أن يشوف له حل. أنا ما عندي معاملتي مال الشهيدة حنين صباح خلف
قدمتها من 2017 ولهذا اليوم. كملت الأوراق التحقيقية من محكمة الفلوجة وانطيتها لأكثر من محامي وماكو فايدة. أنا أريد حقي، أريد حقي حالي حال كل مواطن عراقي وكل شهيد عراقي. وأناشد الأستاذ أنور الحمداني المحترم، وهذا رقمي 0782605185825. وأنا مريض مرض سكر وحالتي تعبانة جدا، وبيتي لحد الآن منطين، والله ما عندي فلوس أجيب علاج نفسي، وبرقبتي عائلة 9 نفرات، وما عندي إجرة السيارة راجع بيها المعاملتي. وهذا رقمي، وناشد كل خير يشوف هذا المقطع أن ينشره للمحترمين. يعني بإذن الله وصلت مناشدتك للشيخ خميس الخنجر والرئيس محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء. يعني إذا سجلت رقمك صح على الهواء 0782605185825، خلي أدق عليك شوفك موجود، إذا شوفني جاوب أخوي العزيز. ألو أستاذ. السلام عليكم أخ صباح، شلونك؟ الله يعزك. عليكم السلام الأستاذ أنور. شو جاي يشوف البرنامج؟ عليكم السلام. نزل نصي صوت التلفزيون، نصي رحم والدي. نصي صوت التلفزيون. إيه أنا بس أرد أسألك، وشنو الشهيدة، شنو موضوعها، وين مشكلتك بيا وزارة؟ والله مؤسسة الشهداء مال الأنبار. منو مسؤولها؟ منو مديرها؟ 2019. منو مديرها المؤسسة؟ مديرها يعني كان قديم بس أساسيت نازك. وأنا في العلواني. ست نازك؟ يا نازك يا نازك نازك. من القرمة، من الرمادي، من الفلوجة؟ لا من القرمة، من القناطر. من القناطر. إذا شغلة بها المحافظ يقدر يحل لك إياها دكتور علي فرحان؟ والله سادي أنا هي من 2017 انطيتها لأكثر من محامي. إيه؟ ودوها من محكمة الفلوجة للرمادي ونايمة 6 أيام هناك. أبو الواسطة والفلوس تمشي، وأنا نايمة كين ما عندي فلوس. إذا شغلتك يا إذا دكتور علي فرحال يحل لك إياها محافظ؟ والله ما أدري ساد والله. منو أقرب نائب لك ترشح وفاز من القرمة؟ منو النواب عندك من السيادة؟ والله محمد الحلقوسي احنا كلنا رشحناه. لا الرئيس محمد الحلبوسي، بس اكو نواب اخرين من السياده فازوا من يعني تقدم من والله ما ايه؟ رشحنا محمد الحلبوسي و ايه وبس يعني عندهم مكتب بالقرمه. وخميس الخنجر قسم هم من عائلتنا ومن اقاربنا الخميس الخنجر. نعم الخميس الخنجر. عندكم احد يعني عندهم مكاتب يمكم بالقرمه؟ والله سادي ما ادري لانني ما راجع وفقير، ما عندي حتى اجره السياره اروح للجسمه. تمام. انا على الهواء، انا على الهواء اشيم لك الشيخ خميس الخنجر ومن يمثل مكتبه انه يتصلون بحضرتك ويتواصلون وياك. والله وابشر ان شاء الله خير، ابشر ان شاء الله خير، راح نبقى بتواصل. شكرا. والله اليوم 6 أيام علاج ما سكر ما عندي، يعني ما اقدر حل اراجع لاش. انت نوع ثاني لو الاول سكر؟ نعم السكر نوع ثاني لو اول. والله ما اعرف ساد، انا سكر يصعد 400 450. هي منه بطت مصار الغصب علينا. وانا راح اشيب لك الشيخ خميس الخنجر والنعم من عنده انه مكتبه يتواصل وياك ويودوا لك يسوك تحاليل بالقرمه يمك لو بالفلوجه. اي والله ابشر ان شاء الله خير وان شاء الله يتواصلوا. ابو سرمد ما يقصر ان شاء الله. تشكر يا حياك الله. أشكرك يا حياك الله. السلام عليكم. أشكرك. السلام عليكم. التربويين غير المحاضرين اليوم الظاهرة وأمام، أنا أرفع صورته حتى مكتبه يقولوا له، اللي هو محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا. يا أستاذ محمد، بصفتك مهندس وبصفتك محافظ بغداد، ذول الخريجين غير التربويين غير المحاضرين، ذول يفترض وزارة التربية قالت لهم، ارجع لزميل المخرج هسه، قالت لهم انتم تقدرون تتعينون من خلال محافظ بغداد. اليوم هم الظاهرة، شوف التظاهرات، استجيبهم، التقيهم
واستوديو التاسعه وياك، التقيهم وجاوبهم، قلهم بيده قلهم بيدي، مو بيده قلهم مو بيدي والله. وين تظاهر التربويين عندك؟ اعرض اعرض على الاقل اليوم ذول التربويين، اذا هذول هم اخواتك وهمين بناتك ولك والكبيرات همين شو تريد تعتبرها عماتك لو خالاتك، التقيهن يا بعد عمي، التقيهن التقيهن يا المحافظ واحكي وياهن وقول لهم يابا مشكلتكم انا اتابعها وما يصير خاطرك الا طيب، التقيهن يا بعد عمك يا اخوي، التقيهن احسبها لله. هم جاهز المخرج ها غنوا لك مثل ما مثل ما صديق الملاية غنت صندوق امين البصره هم طلع ابنها من الجندرمه وقالت له افندي افندي عيوني الافندي هم خلي غنوا لك اليوم يا محافظ بغداد استجيب له. بالمقابل انا تابعت مناشده موجهه الى هم خلي ارفع صورته لان مقاتل وبطل مقاتل فريق أول ركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله البطل رئيس أركان الجيش المحترم. هذه مناشدة اليوم شفت لك إياها بقناتنا بفلوسنا بقناة العراقية من مقاتل مصاب وبكى ودمعة العراقي عزيزة ودمعة المقاتل عزيزة وأول هذه العزة بأنظارك أنت وبقلبك وبعقلك لأن أنت مقاتل بطل يا سيادة الفريق أو الركن عبد الأمير يا الله. فأرجوك أريد الاستجابة من عندك أريدك تلتقي وتحل قضيته وأنت بشهامتك قد هاي المسؤولية وشوفها قرات بست ملايين وما نجحت وهسا مطلوب مني عد عملي هسا منحت شو أغاني قوة أشوف حتى حالي رجف زين وناشدت وردت ووسطت ردت بس اوصل الرئيس اركان ما يخلوني اوصل رئيس اركان الجيش رئيس اركان الجيش اريد مقابله من الفريق اول ركن عبد الامير يا الله ما يخلونه هو اريد بس يساعدوني بالعمليه مش عسكري منتسب انا دام بالموقع واسط ايه؟ ورجال امر موقع واسط مسهل بس بس سياده الفريق والنعم انه ما يقصر ما يقصر بس ما يعني ما اشوف اتابع مناشد اوديك كتاب اوصله قالوا لي شهر ما وصلت هاي تقارير عندي نسبه عجز 50% انا جريح ونسبه عجز 50% عندي ان شاء الله هذا الفريق اول ركن عبد الامير الله يسمعنا شو تقول له احكي اياه والله انا ناشده بالابوية اريده بس كون يساعدني خلصني من هالشده لان اختنقت لا لا انت مقاتل انت بطل انا مقاتل رجلي ما اوقف عليه شوف الواجب انت يعني صار شوف صوبت في الواجب بثناء الواجب إيه؟ ونسبة عجز 50% سويت عملية مال فقرات وما نجحت وهسه مطلوب بلاتين مني لازم تسوي بلاتين؟ الا بلاتين وتصير زين بلاتين 10 ملايين مو عندكم انتم طبابة وهاي؟ ما خليت وسيلة شنو اسمك؟ فلاح محمد حسين كساب يوصل لهذا الفيديو؟ اي والله يشوفه وما يقصر اتمنى من الله ومنك تخلصوني بس من هاي الشده يلا سهل ان شاء الله هو يشوفك بعد ان يشوفك الرجال ما يقصر انت استاذ مصطفى قبل غيره انت اخوي انت حبيبي اخوي الكبير وانا خادمك الله يسلمك بس ما حد يقصر انا قبل كم يوم امانه شفت له مقطع يحكي ويا جريح يعني قمة بالإنسانية قال له أخوك راح يبقى يمك ونقل له أخوه شفت هذا 2014 لحد الآن لا مكرمة لا مكافأة كل شيء ما حصلت يلا إن شاء الله يسمعك اي والله خذ رقم تليفونك فلاح اعتبرها وصلت وسيادة الفريق ما يقصر بإذن الله تعالى وشكرا للزميل مصطفى الربيعي النجم الجماهيري لهذا التواصل واحنا نرصدهم كلهم يعني انا مثلا القيادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكيري كان امبارحة طالع بحوار فقال ما يستبعد انه انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني كانسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان يعني هم حكوا احتمال يستقيلون
وبالمقابل ايضا قال احنا ما نشتغل عند الايرانيين لما سؤال انه ايران ممكن تزعل عليكم. خلي نشوف هذا المقطع. اكو حديث الان يجري انه اكو احتماليه انه البارتي يلحق بالتيار الصدري. والله ما عجبنا الوضع، تعالوا يا نواب نرجعوا. مو بعيده. مو بعيده؟ ليش؟ يعني البارتي بالتالي حزب تعرف يعني يعتمد على مسائل موضوعيه وعلى مبادئ. اذا ما تم خرق هذه المبادئ اكيد البارتي راح يكون له موقف، وهذا الموقف ارجع اقول لك يتخذها. بديت ترسل رسائلك التفاوضيه من الان لل... مو بعيده. لا انا دا اجاوبك. مو بعيده. لا انسحبوا شو يا هاي 31 مقعد استقيلوا زين، يستبدلون ب 31 اخرين، ما راح توقف العمليه السياسيه. شنو موقف الحكومه اللي راح تجي اذا لا بها السيد مقتدى الصدر شيعيا ولا بها السيد مسعود بارزاني كرديا؟ ايران اذا ارادت تعاقب السيد الحلبوسي تعاقبه، واذا ارادت تعاقب البارتي والسيد مسعود بارزاني تعاقبه على مواقفهم. وانت تعلم جيدا ان هناك ضغوط ايرانيه هائله عليكم وعلى السيد الحلبوسي وتحالف السيادة. انا اعتقد ايران اولا بهذا المفهوم مال المعاقبه ما مسموح لنا، احنا ما نشتغل يم ايران. شنو تعاقبنا موظفين يم ايران؟ انا احاول يعني على الهواء اخذ لو اتصال سريع ويا الاستاذ كفاح محمود المستشار الاعلامي للرئيس مسعود بارزاني. استاذ كفاح ابو نبيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت في اي وقت تشاء ضيف كريم في استوديو التاسعه، ونتشرف بحضورك وتحياتنا من خلالك لفخامه الرئيس مسعود بارزاني زعيم الامه الكرديه بالعالم اجمع والزعيم الوطني العراقي الكبير. وارد اسالك شنو يعني شنو هاي التصريحات مال الاستاذ بنكريك؟ يعني هل تصريحات شخصيه او تصريحات عن الحزب بانه اكو احتماليه ان ينسحبون مثل الكتله الصدريه؟ يعني لحد الان الانسحاب من الكتله الصدريه انا اعتقد يعني ليس الانسحاب، انما التحالف الثلاثي لم يعد قائما بعد انسحاب الكتله الصدريه. انا اعتقد السيد ريكاني يقصد هذا الاتجاه، لانه باستقاله كافه اعضاء التيار الصدري واعلانهم الانسحاب من العمليه السياسيه واعتكاف السيد الصدر يعني طبعا انتهاء التحالف. وانا اعتقد خلال الايام القليله القادمه ستكون هناك مباحثات معمقه بين تحالف السياده وما بين الديمقراطي الكردستاني للوصول الى صيغه من التحالفات الجديده. من المشهد السياسي اختلف بالتاكيد. تمام استاذ كفاح، يعني اريد اسالك سؤال يعني حقيقه لربما قليل ما يسال بالاعلام، لكن بالاعلام الغربي يتم تداوله. اريد اسالك عن صحه الرئيس مسعود بارزاني، يعني طمنا عليه. والشكر دائما وابدا يتمتع الرئيس بصحه جيده. و يعني الذين يعرفون الرئيس عن قرب بهذا العمر يمارس رياضته اليوميه ما شاء الله، ويحضر ويترأس كافة اجتماعات قيادة الديمقراطي الكردستاني، بل وشاهدناه خلال يومين الماضيين حضرا شخصيا في المؤتمر أو الندوة الفكرية والثقافية التي أقيمت حول تاريخ بارزان وتاريخ الثورات الكردية، إضافة إلى أنه استقبل ناشطين ومفكرين ومثقفين صح من كردستان إيران، واستقبل رئيس اركان الجيش ايضا العراقي صحيح فريق عبد الامير يا الله فريق من قياده من رئاسه الاركان وقياده القوات البريه والاستخبارات والمخابرات العراقيه كانوا في ضيافه الرئيس مسعود بارزاني، وايضا التقوا رئيس الاقليم ورئيس الحكومه. ان شاء الله تحياتنا له والله يبارك بكم ان شاء الله جميعا، وتحياتنا لشعبنا في اقليم كردستان هذا الشعب البطل الكريم، وان شاء الله قريبا نلتقيك في استوديو التاسع صوره وصوت. الله يبارك فيكم ان شاء الله، وتبقى يعني يبقى هذا المنبر منبر كل العراقيين من كردستان وحتى البصره. الله يحفظك. احتراماتي استاذ كفاح محمود المستشار الاعلامي للرئيس مسعود بارزاني زعيم الامه الكرديه، شكرا جزيلا. حقيقه الان ويانا
الأستاذ مناف الموسوي، الشخصية الغنية عن التعريف وصاحب التصريحات القوية التي تهم كل الشعب العراقي. يعني الأستاذ مناف يتابعوه المختصين خارج وداخل العراق مثل ما يتابعوه بسطاء الناس. أستاذ مناف حقيقة أنا سعيد أن تكون ضيفي في استوديو التاسعة، فأهلا وسهلا بكم. وصراحة أكو بإضافة لموقف الحزب الديمقراطي أكو موقف عن دعوة تحالف السيادة بتوقيع 50 نائب كما يقال لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المقبل. حياك الله، أسمعك وتعليقاتك تفضل. أستاذ أنور، في البدء يعني أحييك حقيقة وأحيي برنامجك العراقي الأصيل، هذا برنامج الفقراء، برنامج العراقيين الأصلاء، برنامج الحقيقة. يعني حقيقة وأنا يعني حقيقة أعتذر عن كل البرامج حينما تكون الدعوة من إلى هذا البرنامج وتكون الدعوة من قبلكم. شكرا على الدعوة وشكرا على هذا البرنامج الذي يهتم بمشاكل العراقيين، مشاكل المواطنين البسطاء، العراقيين الأصلاء، وأنا أشكرك على هذا الاهتمام وهذا البرنامج. برنامجك هو برنامجك أستاذ مناف، حياك الله وأسمع تعليقاتك بالفعل عن هذه المستجدات. تفضل ويا زميل مخرج. لا أستاذ أنور، أنا ربما تحدثت في أكثر من مرة قلت أن خروج الثيار الصدري هو نهاية العملية السياسية. يعني الإخوان مع اعتزازي بهم يعني الفرح فرح على أساس أنه سوف يحصل على مغنمة أو سوف يحصل على منصب في هذه الحكومة. أقول أن الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر أثبت من خلال انسحابه أنه رجل مشروع، رجل إصلاح، وليس رجل سلطة أو رجل مناصب لا يهتم كثيرا بهذا القدر، بقدر اهتمامه بتنضيج مشروع قد يستطيع أن يعمل على تفكيك أزمة الثقة التي أنتجت نتيجة الحكومات التوافقية السابقة، نتيجة الإدارات السيئة السابقة، نتيجة نتيجة للخلافات أيضا السياسية وتأثيرها على المواطن. بالتالي لم ينجح المشروع. اليوم انتقل أو يعني ابتعد السيد الصدر عن المشهد السياسي وقدم البرلمانيون التابعون للتيار الصدري استقالتهم. أعتقد اليوم أن الموضوع أكثر ضبابية أصبح، أكثر تعقيدا أصبح اليوم. يعني كيف نتحدث عن حقيقة؟ والله أستاذ أنور أنا أستغرب، يعني الأخوان يمتلكون طاقات عجيبة غريبة، يتحدثون أمام الجمهور وعبر وسائل الإعلام في يوم وليلة تتغير تتغير الاتهامات، تتغير البوصلة وتتغير الاتهامات وتتغير بدون تقديم أسباب حقيقية. يعني شركاء التيار الصدري الذين كانوا يقصفون يوم أمس ويتهمون، حتى عملية القصف كان بسبب على يعني على أساس أن هنالك مقرات أجهزة استخباراتية تابعة للموساد والكيان الصهيوني، وأن الضرب يقصد هذه الأجهزة، وأن هنالك مؤامرة خارجية يقوم بتنفيذها شركاء التيار الصدري، وأنهم يعملون على التطبيع يعني كل هذه الاتهامات. اليوم حينما تسأل كيف من الممكن يعني هذه اللغة، على الرغم أن هذه اللغة لن تتغير كثيرا، يعني لحد هذه اللحظة قيادي في الإطار يتحدث نقول نجيبهم سوق، وآخر يتحدث يقول لدينا مجموعة من الألوية قرب كردستان ندخل. يعني هذه اللغة الاستعلائية، لغة فرض القوة، لغة في حوار سياسي لتشكيل حكومة يشير أو يدل إلى يعني مؤشر واضح أن الحوارات بدايتها غير سليمة، غير يعني لا توجد هنالك أرضية من الممكن أن نتحدث عن إجراء حوارات سريعة لإجراء تحالف وبالتالي الذهاب إلى تشكيل حكومة. اليوم الإطار مثلا لديه شركاء أيضا من الكرد ومن السنة، كيف يتعامل الإطار مع شركائه؟ بالتأكيد لو جاء التحالف، يعني لو جاء التحالف الثنائي اليوم الحزب الديمقراطي والسيادة، لو جاءوا
الى الحوار او الى التفاوض، ما الذي ممكن ان يقدمه يعني الاطار الى 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 يعني الى هذين الحزبين حتى من الممكن ان يجذبهم؟ وهو قبل يوم كان يتحدث عن بيع حصة ابناء البصرة وسرقة اموالهم والى اخره من الاتهامات. كيف سيتعامل اليوم الإطار مع قانون المحكمة الاتحادية حول مسألة النفط والغاز بالنسبة إلى الإقليم، وهو بالأمس كان يتعامل بهذا الشكل؟ ماذا سوف يقول الإطار اليوم للحزب الديمقراطي الذي اتهم مرشحه باتهامات على أساس فساد وإلى آخره؟ يعني أنا أعتقد كل هذه إشكاليات وعقد قد لا تسمح بحدوث اتفاق، بالإضافة إلى يعني إلى أن تجربة الحزب الديمقراطي مع قيادات الإطار السابقة هي تجربة سيئة. يعني كل التجارب السابقة كانت فاشلة، وكل الاتفاقات كانت تنتهي مع تشكيل الحكومة، وبعد ذلك يبدأ الخلاف ويبدأ يعني يبدأ تبادل الاتهامات وتبدأ المشاكل. اليوم كيف من الممكن أن يطمئن الإطار، عفوا أن يطمئن الحزب الديمقراطي ويأتي ليتفق مرة ثانية مع الإطار؟ مع أنا نتحدث اليوم عن اتفاق، مع العلم أن الجميع يعلم اليوم أن الوضع في الشارع العراقي ربما وضع غاضب، وضع مستهجن، رافض لتشكيل حكومة توافقية، رافض للبقاء على المحاصصة. اليوم هنالك الكثير من المحفزات لعودة خروج الجماهير للشارع، ونلاحظ بالأمس كان هنالك خروج في الناصرية وتم قطع الطرق، وفي العمارة قبلها كان في البصرة، في بغداد هنالك أيضا تجمعات قرب أبواب المنطقة الخضراء، وكل هذه بالنتيجة تشير إلى أن الشارع اليوم شارع يغلي، شارع رافض لهذه التوليفة، رافض للذهاب إلى حكومة توافقية، لأنه يعلم أن هذه الحكومة معناها سرقة أمواله، وبالنتيجة كبقية الحكومات السابقة التي لم تنتج إلى مدن ومحافظات الوسط والجنوب سوى الخراب والفشل. وبالنتيجة أنا أكررها وأقولها دائما، أقول أبناء البصرة اللي يفترض أن نعطيهم يعني ذهب على ما يقدموه للعراق، سواء كان من نفط أو من ميناء أو من عصب اقتصادي، لحد هذه اللحظة لا يمتلكون ماء صالح للشرب. لحد هذه اللحظة أكثر نسبة للأمراض السرطانية موجودة في مدينة البصرة، لا توجد مراكز لمعالجة السرطان في هذه المدينة، وبالتالي يعني هذا أحد أسباب الفشل السابق والإدارات الفاشلة السابقة. لذلك أقول أن اليوم في حال نجح السياسيون في توافق معين وبدأت التنازلات، خلينا نقول وصلوا إلى توافق، فأعتقد أن أمامهم شارع ساخن في أيام ساخنة، ربما لن يجعل هذا التوافق أو ربما يجعل من تشكيل الحكومة السابقة سوى يعني مكان أو هدف لإجبارهم على تغيير استراتيجيتهم وتغيير تعاملهم مع المواطنين وتغيير اتفاقاتهم وتغيير إصرارهم على الذهاب إلى التوافقية والإصرار على المحاصصة والإصرار على سرقة أموال المواطنين. وخليني من خلال قناتك، يعني بعض القريبين من الإطار بدأوا يتحدثون بطريقة نظرية المساحة، أنه إذا ضلعوا المتظاهرين هذه المرة نمساحهم بالمساحة. خليني أقولها من خلال برنامجك الكريم، أقول والله إن شسع نعل المتظاهرين هذه المرة سوف يملأ أفواههم، بل على العكس سوف يدوس على رؤوسهم. هذا أعتقد نحن في مفصل تاريخي اليوم يا أخوان، يا كتل سياسية أخذت ما أخذت من العراق ونبت ما نبت من العراق، اليوم الوضع وضع خطير. اليوم يعني لا تستهينوا بالمواطنين، لا تعتبروا أن هذه التظاهرات هي لا تمثل انذار مقلق بالنسبة إليكم. لا تتصوروا اليوم المواطنون يخرجون، نعم يطالبون بالخدمات، يخرجون بالضد من الحكومة، لكن التأخير
ومحاربة الشعب العراقي أيضا يعلمها المواطن، وبالتالي سوف يخرج على المصرين على الذهاب إلى الحكومات التوافقية، المصرين على سرقة المال العراقي، المصرين على البقاء على التغانم الحزبي. وأعتقد أن يعني خروج المواطنين سوف يكون أقصى من تشرين الماضي. نعم، أنا يعني بهذا الاتجاه بدي أقول أنه من ميزات اللي حدث أنه انكشفت الأوراق وكذلك وضحت الصورة. يعني الآن لا يوجد أي اختلاف بين الرؤية اللي كان يحملها التشرينيين ويحملها سماحة السيد مقتدى الصدر، رؤية واحدة. وبالتالي اللي نجح سابقا بدق أسفين بين الصدريين من جهة والتشرينيين الآن من المؤكد أنه سيفشل. بدي أسألك أستاذ مناف يعني على شيء آخر. أنا اطلعت على تغريدة الأستاذ عرفات كرم، أنا والله ريت أريد أبحث بعد شوية أشوف الأستاذ عرفات، ويقال قيادي في الحزب الديمقراطي، قايل بها: إذا أراد الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة فعليه أن يأخذ موافقة التيار الصدري، ودون ذلك فإن جمهور الصدر سيسقط أي حكومة ولو كانت في بروج مشيدة. ولكن هل سيوافق الصدر بعد أن خذله أبناء طائفته؟ أنا قرأتها مثل ما يعني مثل ما وردت، تعليقك أستاذ مناف. لا هو أولا اليوم السيد الصدر أغلق حتى مكتب الخاص لاستقبال السياسيين، الموضوع انتهى. يعني صار هو المرجعية، عاد إلى القواعد الشعبية. وهذه نقطة مهمة أيضا إذا سمحت لي أستاذ. فضل. يعني حول تشكيل حكومة، في كل الحكومات السابقة وأنت مراقب ومتابع يعني إلى تشكيلات الحكومة، المرجعية كانت تقدم نصائح. صح. مثلا مواصفات رئيس الحكومة كيف تكون، شكل الحكومة، يعني محاولة محاربة الفاسدين وإلى آخره من النصائح التي قالت المرجعية في آخرها أن صوتها قد بح. أقول اليوم لحد هذه اللحظة المرجعية لم تصدر أي تصريح أو أي بيان على صفات رئيس الوزراء القادم أو شكل الحكومة القادمة، وهذا ما يؤشر اليوم أن المرجعية ابتعدت كثيرا عن إعطاء غطاء شرعي ربما لهذه الكتل السياسية. وبالتالي هذا يعني هذا أيضا أعتبره حاجز آخر قد يكون أمام تشكيل الحكومة القادمة. بالإضافة اليوم أستاذ أنور، أنا أتحدث عن أغلبية صامتة، أتحدث عن المواطن هذا اللي اتصل بيك وما عنده إجور علاج لمرض السكري، وهذه كحالات كثيرة وأنا في بعضها. وخليني من خلال برنامجك أتقدم بالشكر إلى الدكتور شاسب الحجامي رئيس أو مدير عام صحة الكرخ في أكثر من مرة. والله يعني تأتي حالات الحجامي يستاهل كل نعم منه ومن حجام، ونعم منه بطل والله ويتواصل صحيح حقيقة من 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 جيبه الخاص يقدم يعني علاجات للمواطنين حقيقة بأسعار ربما كبيرة على المواطنين. يعني حقيقة ذول عراقيل وأصلاء، وكان يفترض يعني في أبسط الأشياء أنت هذه الأمراض المزمنة توفر لهم دواء حقيقي عالجهم، مو دواء ينكسهم لذلك يحتاجون أن يذهبون إلى شراء دواء. صح. حتى يفيدهم حتى يكونوا ياهم. والحقيقة يعني شك كبيرة إحنا الحلقة ما نقدر نسولف بها، ولكن أقول اليوم أنا أتحدث عن هذه الأغلبية الصامتة. نعم. اللي يقفون على خط الفقر وأصحاب الدخل المحدود وبقية يعني بقية العناصر التي تعيش بقوت يومها، وأي يوم ما تخرج فيه للعمل يؤثر عليها. يعني هذه الأغلبية بالتأكيد هي من ستكون الحراك الأول للمواطنين الذين بدأوا يعانون كثيرا وينزعجون كثيرا من التصرفات الغير مبالية للكتل السياسية التي يعني تريد أن تعمل وفق أجندات خارجية، وتريد أن ترضي دول أقليمية ودول مجاورة على حساب إرضاء الشعب وإرضاء المواطنين وإرضاء الجمهور. المشكلة سيد الصدر طرح فيها أكثر من مرة وقال تعالوا لنصنع قرارا عراقيا، شعاره كان خلال الفترة السابقة حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية.
أراد في كل الأحوال أن يتخلص من هذه العقدة، عقدة التأثير الخارجي في عملية صناعة القرار العراقي. لكن على ما يبدو يعني أن الإخوان بقوا وأصروا يعني متوافقين مع الضاغط الخارجي، لكن اليوم أقول أن الوضع ربما ليس بهذه السهولة، واليوم على الكتل السياسية التي هي اليوم في مواجهة مع مشاكل حقيقية مع المواطنين، مع وجود أو مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل كبير، مع انخفاض في مستوى تزويد الكهرباء المواطنين، مع انخفاض تواجد مادة الوقود وخصوصا البنزين والازدحامات الكبيرة والتي يعني تسمع بها، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كل هذه باعتقادي محفزات لعودة المواطن، وعودة المواطن هذه المرة ستكون عودة حاسمة في فرض أو في تغيير عرف يعني سياسي يعني بأن العودة بقصد دورة الغضبة عند صناديق تقول غضبة، يعني بمعنى يعني المواطن الآن إذا عاد للتظاهر. يعني احنا كنا نتحدث عن الانتخابات الاخيره، نقول هذه الفرصه الاخيره بالنسبه للكتل السياسيه، كلها قالت والكتل السياسيه رات بام عينيها وشافت المواطنين كيف تعاملوا معها، مع مقراتهم، كيف يعني كيف كان طيب. الغضب العراقي استاذ مناف، نتمنى ان يكون هنالك مشروعا حقيقيا. نعم اريد اسالك سؤال، والله يمكن هذا اول مره يسال. نعم. بالاعلام العراقي وحتى العربي والدولي، يعني كليتنا نعرف كعراقيين احنا من الداخل، يعني مثل ما يسمونه، يعني ما طلع ما جينا من برا. الى 2003 سمحت السيد مقتدى الصدر هو قاعد بالعراق، يعني عايش ظروف الحصار، بعدين واجه المحتل. انا قالت اهلنا يقول لك ماكل الخبز الاسمر وال نعم. فخلينا نقول من هذا الجانب، يعني هو عاش المعاناة، واجه المحتل، قاتل المحتل، ودخل عملية سياسية، وما هو لا درس، يعني لا درس علوم سياسية بصراحة الرجل، لا بالعراق ولا خارج العراق، لا راح فترة لبنان وراح فترات متقطعة لإيران، بس ما درس علوم سياسية مثلا، ولا درس التخطيط السياسي، ولا مثلا مثل دول اللي اجونا يقولون احنا دكتوراه بالفكر السياسي والاقتصادي ومدري شنو، وخربوا لنا البلد من الفش للفش. طيب منين لعد صراحه بدي اسالك سؤال، منين له العقليه السياسيه اللي شو بتغريده، يعني احكيك اياها، كان يتنافس هو وترامب مع فرق الشخصيتين، انه الرئيس الامريكي ترامب والسيد مقتدى الصدر اذا صدرت تغريده من عندهم تلقى كل وكالات انباء العالم تاخذها وكل الاخبار تاخذها. طيب الان شلون قدر انسحب من الانتخابات، بعدين رجع الانتخابات، بعدين يفوز الأول بالانتخابات، بعدين يسحبوا كله بكلمتين، وبعدين يلتزمون بكلمته، وبعدين يقول مع السلامة. طيب هالعقلية السياسية منين جابها؟ والله العظيم أرد أسألك بأمانة، أرد أسألك مواطن، يعني شلون قدر يغلب الباقين؟ أجابك استاذ، اي والله هيك يعني خذ على سجيتي، يعني سجيتي واحد سابقا، بس أرد أفهمها صحيح. أنا أجابك عليه إن شاء الله استاذ أنور. يعني أنا أولا أعتقد الصدق في التعامل سواء كان مع المواطنين، اليوم يعني المواطن يلمس أن هنالك صدق حقيقي حينما يتحدث السيد صدر، وبالنتيجة حينما يتحدث عن وجود حلول للمواطنين، أو حينما يتحدث عن يعني تقديم تنازلات لإرضاء المواطنين. أنا قلت لك في بداية الحلقة، قلت أن مشروع السيد صدر كان يعمل على تفكيك أزمة الثقة التي خلقت بسبب الحكومات التوافقية السابقة. وأضرب لك مثال، يعني كل المصلحين في العالم، أضرب لك مثل غاندي رجل بسيط، يعني وما كان لا يمتلك القوة لكن يمتلك الصدق في التعامل مع المواطنين، وبالتالي استطاع أن 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 يبني الأمة الهندية، وأن يحررها من الاستعمار البريطاني، وأن يخلق دولة كبيرة عظمى. أنا أعتقد أن الصدق في التعامل مع المواطنين يعطي الأحقية، بالإضافة إلى كاريزما القيادة، يعني هذه من الله سبحانه وتعالى، ما ممكن أن يعني ما ممكن أن نقيسه، ما يحتاج لا يعني مهما تمتلك من دراسة ومهما تمتلك من فكر، أنت ما تقدر أن توازي شخصية. يعني هو ويا خبراء، يعني يستشير خبراء عرب أجانب عراقيين كل سنة حقيقة، يعني راح
صراحة راح أجاوبك بصدق كبير سياسي. يعني راح أجاوبك بصدق كبير، ويعني أنا أسأل المقربين في بعض الأحيان نفس هذا السؤال، أسأل المقربين يعني أقول لهم سيد مقتدى الصدر يعني مثلا يتشاور وياكم؟ يعني قالوا نعم، لكن في اتخاذ القرار دائما ما نتفاجئ بهذا القرار، يعني خصوصا القرارات المصيرية سيد مقتدى الصدر دائما هو من 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 يتخذ القرار، وبالتالي أقول يعني هذه المواصفات يعني تلمسها عند الكثير من المصلحين الموجودين في العالم. أنا ما أريد أعدد لك يعني مانديلا وغاندي وإلى إلى إلى آخره. طيب بصراحة هو يكتب التغريدات والخطب، لو أحد يكتب الهي يصيغها؟ لا لا هو يكتبها، أي هو يكتبها، هو 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 يكتب التغريدة، ويعني كاملة يعني بدون بس لغة العربية قوية من الصراحة، يعني متابعها لغة العربية قوية جدا سياسي لسياسي. بس هو رجال طالب علم يعني، وها اللغة العربية ربما من أهم الـ يعني المواد كلغة عربية فصحى، وبالنتيجة يعني اللي يسمعها قصدي باللغة العربية الفصحى طالب حوزة يعني صياغة الكتابة، يعني هو طالب حوزة أستاذ أنور، يعني من أهم المواضيع التي يتم دراستها في الحوزة العلمية أو الحوزة الدينية هي اللغة العربية، وبالتأكيد يعني السيد مقتدى الصدر ابن هذه الحوزة، وهذا كانوا في مثل يعني يتحدثون في السابق، يعني يقول لك كانوا أهل النجف حتى العامية فينهم يتكلمون الفصحى، يعني النجف هي مدينة دينية وعاصمة الدولة الإسلامية، وبالتالي يعني الحديث باللغة الفصحى هذا مفد يعني مشكلة على العكس يعني السياسيين آخرين احنا نعرف الآخرين يكتبوا لهم ويصيغوا لهم إياه ويشكلوا لهم إياه يلا يحكوها يعني، بس أبو هاشم المعروف أستاذ أنور أقول السيد مقتدى الصدر ليس سياسيا، السيد مقتدى الصدر زعيما مصلحا، زعيم يعني أعلى من مستوى السياسي، لأن هو يجمع ما بين الدراسة الدينية الحوزوية وما بين الزعامة السياسية، وهذا الجمع بيناتهم يعني يعطي هذا الميزة، بالإضافة للمواصفات التي يمتلكها والتي ورثها عن والده وعن عائلته آل الصدر، والمعروف عنهم بثوريتهم بشجاعتهم بإقدامهم، وهذه مسألة ما نتحدث فيها، بارك الجميع يعلم بارك الله بك. أنت وضحت عدة حقائق أمام البسطاء، أدرها سؤال الشارع يعني عرفنا من المختصين، بس كمواطنين نسأله. أنا أشكرك على هذه الأسئلة المهمة حقيقة، شكرا واللي شكرا تسأل لأول مرة. شكرا أستاذ مناف الموسى، وشكرا جزيلا لحضورك في استوديو التاسع اللي هو برنامجك وبرنامج كل عراقي أصيل، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا، الله يحفظك، الله يعزك، إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق، الله يسلمك بوجودك. شكرا. أنا حقيقة جاي أتابع التعليقات، أكثرها مهندسين نفط العاطلي العمل جاي يكتبون، يعني عدة رسائل، أنا جاي أشوف عدة رسائل. أنا أريد أقول لكم رسالة حقيقة، أنا جاي أشوف رسائلكم، لكن أنا ما أحب واحد بس يهوش وينادي أريد إخوان انطونا تخوين اللي بستوديو التاسع، نطالب بحكم ونطالب بحكم. الزميل أنس يوسف بيناتكم، ابنكم، ابن الشارع العراقي وابن بغداد وابن كل العراق، وهو مراسل استوديو التاسع الميداني، من تحجون انطونا تخوين، مو تحجون نفس الحكي عندنا وبغير ذم ذاك ويم غير قلم، لا أخوي حتى لا تضيع. مو احنا مثلا نطالب بشيء بعدين يجي واحد يقول لك والله مو فلان طالب، يا اخوي انت جاي تكتب لي مثل ما تكتب لي السياسه، انا مو سياسي، انا مواطن حالي حالك، بس من تريد تطالبني بان اطالب لك لازم تخصص لمن جاي تطالب. فيا مهندسين نفط انا رسائلكم وصلت، خولونا نحكي باسمكم، انطونا التخويل نحكي، ما تعطونا التخويل احنا ننقل معاناتكم مثلكم مثل غيركم، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.